عملت فرقه شديده جدا. وهذا يعدنا للاسم يعني الاكثر تداولا واللي هو الحقيقه معضله الفريق او عبد الفتاح السيسي. ما هو عارفه ايه؟ انت عارفه وانت بتكلميني كده انا بفتكر برضه بيت شعر بيقول لك ايه؟ اني اراك كفارس تحت الغبار لا يستطيع الانتصار ولا يطيق الانكسار. فانت انا يعني عارفه ايه؟ بحقيقي القوة الحقيقية موجودة في القوات المسلحة. في عندي معضلة شديدة جدا وهي انه انا مش عايز مرة تانية الاقي ان القوة في مكان والتايتل اللقب في مكان اخر. ازدواج للسلطة. ازدواجية السلطة. والاقي عندي مشكلة بين شرعية ظاهرة وبين شرعية قوة. أو شرعية حق اللي أنت عايزاه. لكن أنا هذه مشكلة لابد أنا مرات أشوف شايف إطلاقا مش عايز. وهو يعني عارف ايه انا بحس انه مرات قد تراوده انا ببقى يعني مش برضه زي ما قلت بحقيقي جدا ما بشوفوش كتير بالطريقه اللي بعض الناس بيتصوروها يعني لكن انا في المرات بشوف حس انه في ضغوط عليه فظيعه جدا من جانب الناس وهو عنده شايف قدامه محظوراته وهي ليست فقط متعلقه ايضا مش بس في الداخل في الخارج كمان حطيها ده في اعتبارك لانه ده عنصر رئيسي مع الاسف الشديد سواء احببت او لم احب لكن انا بتصور انه ضمن المهام الموجوده قدام كل القوى السياسيه في هذه اللحظه وبعد وضع الدستور واتفق على خطوطه هو ان تتفق على وضع رئاسي مش عاوز اقول على وضع رئاسي يكفل انه عدم ازدواجية القوة مع التايتل مش بالضريبة عسكري لكن ازاي تلاقي كيف يمكن ان هذا البلد يلاقي صيغة للتوفيق بشكل ما ولو لمرحلة لانه انا لا عايز شكوك العالم ولا عايز شكوكنا في نفسنا ولا عايز الاقي انه حد يتقال لي والله عسكر ومش عسكر هل ممكن انه هذا البلد يصل الى صيغة ولو صيغة تعتمد في مادة واحدة في الدستور في مادة مؤقتة تطبق مرة واحدة ونشوف وضع كيف يمكن انه وضع الرئاسة ممكن ينتظم في هذا اذا يعني بشكرك شكرا جزيلا دايما في المستقبل فانت النهارده لما تيجي تقول تحسين المؤسسه العسكريه في الدستور اللي جاي انت بتحسنها ان المؤسسه دي كان ليها دور مين يا ترى هيبقى مدرك ان الدور ده ليه امتداد لفتره زمنيه ما تقلش عن 15 سنه على الاقل خلال المرحله اللي جايه مش كده ولا ايه؟ اي مكان مين اللي هيقود الدوله يعني؟ تيار ديني، تيار ليبرالي، تيار علماني، اي مكان اللي هيوصل للحكم هيبقى عنده انت النهارده انت خلي بالك انت عندنا في الجيش القرار يعني بيتاخد بدقه شديده جدا الكلمه تتقال او ما تتقالش كلمه في المؤتمر تتقال ولا ما تتقالش بتتحسب فانت النهارده تيجي تروح جاي فانت النهارده لما تيجي تقول تحصين المؤسسه العسكريه في الدستور اللي جاي انت بتحصنها ان المؤسسه دي كان ليها دور مين يا ترى هيبقى مدرك ان الدور ده ليه امتداد لفتره زمنيه ما تقلش عن 15 سنه على الاقل خلال المرحله اللي جايه مش كده ولا ايه؟ اي مكان مين اللي هيقود الدوله يعني؟ تيار ديني، تيار ليبرالي، تيار علماني، اي مكان اللي هيوصل للحكم هيبقى عنده انت النهارده انت خلي بالك انت عندنا في الجيش القرار يعني بيتاخد بدقه شديده جدا الكلمة تتقال أو ما تتقالش كلمة في المؤتمر تتقال ولا ما تتقالش بتتحسب فأنت النهاردة تيجي تروح جاي تخلي أمر المؤسسة ديت بعد السنين الطويلة ديت في حالة السيولة اللي موجودة فيها الدولة المصرية والرخاوة اللي ناسجها بيعيشوا تخلي حد يقوم يروح جاي يبقى ليه سيطرة على المؤسسة دي بشكل كامل ده ممكن يهدها من غير ما يحس وما يقصدش وما يقصدش وانا اتصور ان هم عدم تقديرهم لرد فعل المؤسسه وحجمها هو اللي خلاهم خدوا القرار بتاع المجلس الاعلى اللي فات هم لو كانوا مدركين لوضع
الوزن وقدره المؤسسه، ده في ناس كتير ما تفكرش تعمل كده. ده يعني غيره كان بياخد قرار يصلي معانا العيد ولا ما يصليش، يقعد يدرس فيه طول السنه ولا ايه؟